نتابع مشاهدينا هذه الحلقة المباشرة المواكبة لهذا النهار الطويل، وانضموا إلينا الشباب بعض المنظمين لأنصم الله المنظمين كتار، عماد بزي ناشط في حملة طلعت ريحتكم، نزار زكا ناشط في التحالف اللبناني لحماية الإنترنت، حقنا أهلا وسهلا فيك أول مرة على التلفزيون، وندى حمزة خبيرة في استراتيجية حملات الإعلام الإلكتروني، أهلا وسهلا فيك. من قدام نحكي عن زبالة، زمان كتير. من زمان كم حلقة وكم حلقة، الحمد لله. كمان بدي رحب بأيمن مهنا، أيمن مدير مؤسسة سمير قصير، أهلا وسهلا فيك. أربعة منكم بتدعوا إلى التظاهر، كنتوا موجودين اليوم، موجودين بكل التظاهرات تقريبا. بدي بلش من عندك عماد بزي، كيف أيمت هذا النهار؟ كيف شفتوا في عاصفة رملية؟ يعني كأن ربنا عم يشتغل ضدكم هون إذا فينا نقول بين هلالين، رغم ذلك شفنا أنه الناس نزلت ولبت، وشفنا أنه في شعب عن جد مناضل. صحيح، هو الفكرة أنه الحراك اللي بالشارع موجود هلأ كسر هيدي الثنائية الساحة كانت بين 8 و 14، صار في ساحة لكل اللبنانيين أنه ينزلوا عليها ويكونوا موجودين فيها، بالتالي هذا شيء حمس اللبنانية وكسر حاجز ونوع معين من الصمت، صارت الناس عم تنزل. هلأ اليوم ظروف مناخية ما كتير ساعدت، أكيد كان العدد رح يكون أكبر لو كان ظروف أفضل وكان بنهار غير نص الجمعة، بس مع هيك نزلوا اللبنانية وردوا على طاولة الحوار المزعومة وقالوا كلمتهم. ليه مزعومة؟ مزعومة لأنه بعتبر أنه هذه طاولة الحوار هي خارج المؤسسات، بالتالي الحوار إذا بدي يصير بيصير داخل المؤسسات الدستورية وداخل الأطر الطبيعية. أنت اللي اقتحمت وزارة البيئة، عم تحكينا عن المؤسسات والأطر الدستورية والأنون. أنا ما اقتحمت وزارة البيئة، أنا دخلت إلى وزارة البيئة ومارست حقي الطبيعي اللي بكفالية الدستور، دخلت واحتليت وقعدت وما عدت تفل الا بالقوه. كلبشوني ما يكلبشوك، كلبشوني بليز كلبشوني. هاي نقطه بدي اوضحها لانه فيها نوع من الغش. كلبشوني دخيلكم. لا صار فيها نوع من غش. انا فيني خبرك بالضبط شو صار. انا دخلت هذه المؤسسه مش انا لوحدي، طبعا كلنا سوا، انا كمجموعه يعني دخلنا على المؤسسه ومارسنا حقنا السلمي والطبيعي بالتظاهر والاعتصام. نحن لا خربنا ولا دخلنا على مكاتب، بالعكس حمينا المكاتب وحمينا كل شيء كان موجود هناك. هلا قصه دخيلك كلبشني هذه كانت كان في لعبه فيها واضحه كثير وتسريب يعني من وزاره الداخليه. اللي صار بكل بساطه طلبوا منا نطلع، بس من مش هو احد الاشخاص يعني اللي عم بيقول الكلام مجتزأ. هذا اللي بدي اقوله، نحن دخلنا الى الوزاره، طلب منا اول مره ضربنا ونزلونا على الدرج على الطابق الثالث من الطابق الثامن، هنيك كان المصرين خلونا نطلع لبرا، نحن قلنا ما بنطلع لانه طالما عندنا القدره أن نكون قاعدين بهذا المحل وعم نمارس حقنا بالاعتصام نحن موجودين، طلب منا نطلع على اجرينا من داخل الوزاره، وبالتالي يكون انا فضيت الاعتصام وما عملت شيء. ليه تظهر سلميا مثل ما قلنا نحن انه يا اما القوى الامنيه بتقوم بواجبها وبتكلبشنا لحتى نطلع، لانه طبيعي جدا هذا الشيء، وظهرني بالقوه انا ما بدي اظهر يعني مش بدي اياني اطلع انا على اجري، انا عم مارس حقي بالاعتصام. فهني اخذوا الشقه الاخيره هذا الكلبشني وصاروا يعرضوه وتسربت. طبيعي هذه كل وزاره الداخليه بالعالم بتعمل، مش اول مره. طبيعي، مش بس عنا، مش بس زهره لبنانيه. استاذ نزار، حضرتك يعني ايضا من الاشخاص اللي عم بيتظاهروا اللي عم بيقولوا للبنانيين انزلوا بلا ما يكون داعيكم زعيم معين او لبوا نداء الطائفه، بس انتم متفقين مع بعض على الشعارات؟ وهيدي شغله يعني ماخذ كثير عم بتكرر عليكم، انه في كل واحد عنده اجنده، يعني واحد بالاخر رح ينزل يقول مخنق مع خالتي، وين الدوله؟ طبعا عم بالغ، بس انه هالقد في صار في شعارات مختلطه موجوده بالطريق وما عاد حدا معروف شو المطلب قد ما كثرت المطالب. هو صار شغله كثير فيها ابتكار وكرياتيفيتي. هي انعمل هو مثل امبريلا يلي هي مظله طلعت ريحتكم، تحتها في كل الناس تتظاهر مثل ما بدها، يعني انعمل مثل كيف عندك فيسبوك كل الناس بتجي بتحط البروفايل تبعك، عمل بلاتفورم، عمل منصه وكل الناس بتجي. هلا في بدنا نحاسب، في غير بدنا نحاسب، في كذا كذا مجموعه تحت هالمظله، هالمظله شروطها وهيدا هن واضحين للكل وهن سقف منطقي، يعني نوعا ما منطقي شو المطلوب، بس مين ما كان بيقدر يجي. هلا اذا ناس ما نظمت حالها وما نزلت على الحراك
ما طلع صوت ما يعني الحراك طلعت ريحتكم رايحه بهالاتجاه، يعني طلع ريحتكم هي المظله مين ما كان. هلا اذا بيجي مجموعه بتعمل هيك بتعمل بالانس بقلبها. هلا حاليا بتشوفي، انا بعرف انه انا بتشوفي هلا شوي انه ميلي شوي لليسار بركي، بس هي مش لانه لليسار وافق على لا ميلي بالنظر الخارجي، لانه هن المنظمين الاكثر. هلا اذا بينزل كمان اكثر ناس من اليمين ومنظمين بتبين البالانس بين الاثنين. التجدد الديمقراطي مش يسار مثلا، بس صار عنده لحيه ايمن، هيدي جديده علي. هيدي كمدير مؤسسه سمير قصير تيمنا بالمرحوم الشهيد الكبير سمير قصير. كان مستغرب يمكن للبعض انه حركه التجدد الديمقراطي تدعي الى التظاهر او تكون موجوده بهذا الشكل. عم بيقولوا لي انه الميكرو عندك منه جاهز، فلح ارجع لك. وبعتقد عندك الميكرو كمان. اوكي استاذ ايمن الميكرو عندك ماشي حاله. فسؤالي هو كانت دعوه بتوافق الجميع بالحركه، يعني فعلا نزلتوا لانه لقيتوا انه هذه حركه مواطن، حركه، وهي طبعا معروف انه حركه الديمقراطية هي ضد منطق الطوائف والمذاهب وهذه التقسيم الموجوده بالبلد. شو اللي نزلكم؟ كان مش طبيعي اذا شباب حركه تجدد ديمقراطي ما كانوا موجودين على الارض. نحن بحياتنا المهنية، بحياتنا اليومية، شاركنا بكل التحركات اللي لها علاقة برفض أي قوانين تمييزية ضد أي فئة من المجتمع اللبناني، مع كل قوانين الدفاع عن حقوق كل الفئات المهمشة، قوانين إصلاح الانتخابي، حقوق المرأة خاصة مواضيع العنف ضد المرأة، الزواج المدني الاختياري، كل المواضيع البيئية كنا سباقين فيها. من 2009 وقت كان في قمة كوبنهاجن للمناخ، أول فريق جمع المجتمع المدني والأطراف السياسية والدولة اللبنانية حول طاولة واحدة ليطرحوا برنامج متكامل للمناخ، كمان كنا شباب التجدد. فهيدا مكاننا الطبيعي بغض النظر عن أي شكل من أشكال الاصطفاف السياسي، نحن كثير سعيدين أنه خرجنا منه. بس لما واحد يشوفك بيقول هيدول 14 أدار نزلين، بيرجع بشوف عماد بزي بيقول لا هول الشباب يسار، ما هيك؟ انا اكيد مش يسار، انا ليبرالي اصلا. ليبرالي، طيب بيرجع بشوف ندى شو بيقول؟ سفاره؟ لا عم بقول يعني اهميه نزال ما بعرف، بس انه ذكر عني اهميه هيدا الموضوع يلي صار. وهون موضوع فعلا اهم من الشخصيات اللي عم بتشارك فيه. كان لحد مرحله قريبه جدا بالبلد المساحه المدنيه اللي بشكلها المجتمع المدني هو مساحة لطاولات حوار بين نخب. كانت الساحة والأرض بفضل الإعلام على صعيد التغطية وبفضل القوى السياسية الطائفية الكبرى محتلة الفضاء العام. لأول مرة من خلال طلعت ريحتكم صار في تغيير جذري، يلي هو إنه المساحة المدنية والمجتمع المدني ما عاد محصور بطاولات النخب، صار موجود على الأرض، فرض على حاله وفرض على القوى الطائفية إنه هو له مكان بهذه الساحة. مكان اجتذب الإعلام، الإعلام يلي لفترة كتير طويلة بيطلعت ريحتكم، يعني من الفترة من تموز لحد 22 آب ما كان في كاميرا عم تقدر تتابع بشكل مزبوط إلا يمكن يعطوهم 30 ثانية بنشرة الأخبار لكل هالتحركات. ما بتعتقد مشان هيك كان مريب لما فجأة صار الإعلام عم بيغطي بهذا الشكل، والبعض اللي مثل ما قرينا بجريدة الأخبار إنه بعض المحطات في تمويل خارجي مثل ما انكتب عن سفرة يعني محددة لأصحاب تلفزيونات إلى دولة صار معروف عم ينحكى كان أكيد. عن قطر ورجعه. ما بتعتقد انه كان في هيك تيرنينج بوينت فجاه غريب؟ بيوم معين اكيد نعمل تقييم، خاصه مثلا بمركز سكايز اكيد نعمل تقييم للاداء الاعلامي، بس الاهم من الاداء الاعلامي هو اداء المجتمع المدني. ما عم بسالك انا عن اداء، عم بسالك عن قرار ما بخلي اذا بدك اللي بده يحكي عن هذا الحراك بالسوق يلاقي كثير مستمسكات. لو كان في 500 شخص بس على الارض الاعلام ما كان قدم التقديم اللي قدمها فيها المساحه الجديده اللي خلقها. الناس جابت الاعلام او الاعلام جاب الناس؟ الاثنين جابوا بعض، وهذا شيء كثير منيح، هيدا الشيء الايجابي، ومشان هيك عندنا امل بالتغيير. في تراكم هلا خبره، تراكم وقت، تراكم اغلاط، وتراكم وعي، كل هالامور مع بعضها عم بتاسس لشيء كثير جديد بالبلد. ذكرت قبل مره انه ضروري نعمل تحديث لنظام التشغيل يلي بنقرا فيه السياسه نحن بالبلد. ما بقى فينا بس نطلع بالسياسه بمنظار 2005،
ونشوف نقرا كل شيء بمنظار 2005. في شيء جديد، في لاعب سياسي جديد فعال على الارض، بعده ما تكون بشكله الكامل، في شعارات مختلفه ضمنه، بس هالشيء رح يسمح لنا من خلال الوعي اللي ركمناه خلبي طلعت ريحتكم، نروح على ملف الكهرباء، نروح على ملف الخليوي، نروح على ملف الفضاء العام، نروح على ملف حقوق المراه، هيدا الشيء الجديد وضروري هو رح ارجع ركز معك انه شو هو الجديد اللي عم بيتاسس. كل هالمواضيع مطروحه من زمان وفي ناس بتنادي وفي جمعيات بس بدي انتقل لعندك ست ندى حمزه، يعني حضرتك بعرف قديش متابعه ومتحمسه لهذا الحراك، وحضرتك خبيره باستراتيجيه حملات الاعلام الالكتروني، هون شو الدور اللي كان للسوشيال ميديا وللاعلام الالكتروني برايك بانزال الناس وهو جزء على جذب الاعلام التقليدي، يعني الاعلام الالكتروني، لانه الحركه كانت غير متوقعه، يعني نزلنا كثير على الارض، نزلوا الشباب كثير على الارض، ما كان فيها هالقد اقبال من الناس. هيدي الحركة اللي صارت عفوية، وحتى هن أصحاب القرار ما كانوا عارفين إنه هالقد رح تلاقي إقبال من الناس، بس في مجتمع مدني مثل ما قال أيمن مخنوق، كان بده حدا يفتح له هالباب والشباب عملوها. ليش أثر كتير المجتمع المدني تأثر بهيدي الحملة؟ لأنه موضوع النفايات يعني كل مواطن لبناني. لو بقلك حملة جنسية، نحن بلبنان كسولين معودين إذا القضية ما بتعنيني أو ما بتخصني شخصيا ما بنزل، فكانت النفايات هي شغلة جماعتهم، وخاصة أنه بتدقر كل صحة كل مواطن لبناني. الشباب اللي قاموا بهالحملة هن كلهم ناشطين إلكترونيين، فعرفوا كيف اشتغلوها كحملات إلكترونية يلي هي استقطبت، إذا بدك الميديا استقطبت الشارع، أثرت بالناس وزادت هيدا الوعي عندهم. فهون بقول انه الاعلام صار مجبور بده يعمل كمان سبق صحفي، بغض النظر اذا ممول ولا مش ممول، نحن ما لنا علاقه، اللي نظموا الحمله ما لهم علاقه الاعلام شو عم يشتغل، بس كانت استقطبت اكيد لانه استقطبت الراي العام العالمي. مش بس انت ما بتنفت، ما عندك اذا بدك معلومات كافيه لتنفي هذه التهمه بصراحه ندى؟ انفيها؟ انا ما بشتغل مع الميديا بلبنان، يعني انا ما بشتغل مع الميديا. طبعا في علامات استفهام كثير ممكن يقولوها، ونحن ممكن نطرحها، انه هالقد الاعلام يلي ولا مره فتح باب للمجتمع المدني، هالقد صار المجتمع المدني عم يعني نستغرب هيدا الموضوع. يعني بتذكر مره طلعنا معك بحلقه برايم تايم، كان من اول الناس اللي بتستضيف مجتمع مدني ببرايم تايم، المجتمع المدني دائما بنحط قبل الظهر ب 30 ثانيه ب 20 دقيقه اللي هن. فكمان عندنا علامات استفهام، بس هيدا مش نحن اللي بنقرر، بس كمان صار الموضوع اكبر من انه تمويل واكبر من انه اعلام، في اعلام عالمي عم يتطلع فيه. مش معقول الاعلام اللبناني يتجاهل. طيب هلا نقلتني على فكره الاعلام العالمي وطريقه تغطيته، كمان البعض عم بيغمز من هذه القناه انه هؤلاء ممولين والسفاره الامريكيه وراهم، وكمان يعني بيحطوا بعض الاسماء انه هؤلاء جماعه سفاره. انا ما فيني احكي باسم السفاره، انا بشتغل ببرامج السفاره، بس انا بشتغل ببرامج مع منظمات امريكيه دوليه. سفاره دعمتك او مش دعمتك؟ ما لها علاقة السفارة بتحركي، أنا تحركي عم بنزل بشكل فردي، ما حدا له علاقة فيه. ما حدا هلو ندى أبدا أبدا، جرب جد مش من هلا أنا مش من هلا طبعا عم بتحكم عم أنا ولا برنامج اشتغلت فيه ممول من السفارة الأمريكية كانت السفارة عم تتدخل فيه 1%، لا من مستفيدين ولا من تقارير ولا من أي شيء. بعدين ليش الناس دائما بتحط سفارة أمريكية؟ ليش لما شيء ممول من الاتحاد الأوروبي ما حدا بيحكي؟ ليش لما شيء ممول من غير سفارات ما حدا بيحكي؟ يعني ليش بس السفاره الامريكيه هي اذا مولت مشروع؟ بس الدوله اللبنانيه كلها ممولة من السفاره الامريكيه. امريكي جسم لبيس. بس بالتحديد هالشيء ببين هالاتهامات قديش بعض الطبقه السياسيه عم تنظرنا بسوفت وير قديم كثير. يعني هيدي التهمه اللي عم نسمعها قصه سفارات، وكل مره بتتغير السفاره، يمكن صارت جزر القمر هي كانت الدوله العربيه الصغيره. هالشيء ببين انه هالتهم الجاهزه يلي سمعناها بمصر وبتونس وبكل دوله عربيه بيصير فيها اي شكل من اشكال الحراك، بس حتى موقف هي حتى تتكرر. موقف السفير يعني ما اجى يقول انه نحن ما لنا علاقه، هول الناس عم تتحرك، لا اجى داعم لهذا التحرك وقال انه هيدي قيم مشتركه وغيره، كان عنده موقف متقدم حتى من يمكن عم يلحق حاله. اف شوف رني معه ضروري. انت كنت ب 14 اذار على كل حال. انا كنت بفرنسا عم بعمل الماسترز بفرنسا، بس اكيد تبعت 14 اذار بشكل كتير كبير. كمان هيدا وقت انحكى، كمان وقت انحكى، وقت اللي بيعرفوا الموجودين كانوا بيعرفوا انه هيدي موجه حاولوا يركبوا عليها بالاخر. اهم شيء ما نحن نكرر خطا 14 اذار. ب 14 اذار كان في نشطاء مدنيين حاملين لواء
قضايا محقة. وقت اجت الأحزاب الطائفية واحتلت المساحة من ناحية القوى المدنية انكفأت، ومن ناحية القوى الطائفية قدرت تسيطر على الموضوع. بس كانت منظمة بعد القوى الطائفية كانت يعني إذا بدك رأس حربة. وشفنا النتيجة. بينما أهمية طلعت ريحتكم أنه تحاولت بعض القوى السياسية من أمراء الحرب ومن أمراء ما بعد الحرب أنه يستغلوا الموضوع، وقفولهم بالمرصاد بالأول. فيمكن تعلموا من تجربة كثير منيحة عملتها 14 أدار، وهي خدمة عملتها 14 أدار، أنه علمت عدد كثير كبير من الناس، ونحن منهم، أنه ما نعيد أخطاء ماضية اللي لها علاقة بأي خطأ بيسمح للقوى الطائفية تقدر ترجع يعني تتغلغل منه وترجع تسيطر على الحراك. هيدي النقطة هون عماد بزي، ما بتخاف أنه مثلا بلد قدر مشهدية 14 أدار يهضمها ويبتلعها وينهيها بشكل من الأشكال، ممكن كمان حراكهم يكون يلاقي نفس المصير؟ وفي البعض بيعتبر أنه هلأ بتخلص قصة زبالة ما بتعودوا تنزلوا. لا لا، نحن عم نعتبر أن نحن هلأ بتحرك مطلبي، ونحن تحرك المطلبي هيدا هو معركة وحدة من حرب كتير كبيرة مع نظام قائم. بالتالي إذا هيدي المعركة خلصت، في معارك تانية بعدها نخوضها. ما بدي حمل هيدي المعركة بالذات وزر أهداف الحرب كلها سوا. أنا إذا بدي أعمل تغيير، هلأ يمكن شوي المصطلحات عنفية صارت حرب ومعركة، بس إذا بدي أعمل تغيير ما فيني أنا من هيدي المعركة وحدة أعمل هذا التغيير الشامل والكامل كله سوا. بعد عندي معارك كتير كبيرة جاية، عندي كهرباء معي، كتير كتير أمور جاية بعد يعني، ومستمر هذا النفس صار موجود. مهم جدا يكسب هذا التحرك بالشارع، يكسب مصداقية وياخد انتصار معين يقدر يستثمره لحتى يخلي الناس بالشارع. كرمال هيك نحن مصرين أن نبقى بالشارع، مصرين ناخد انتصار، مصرين على أهداف دقيقة ومحددة. شو الانتصار بالنسبة لكم؟ تحقيق المطالب، ما في مجال يعني. أنا مش عم بطلب أشياء زيادة، أنا مش عم بطلب أشياء العلاقة برفاهية الحياة، أنا عم بطلب أشياء أساسية تتعلق بحقي أنا كمواطن أكون قادر أعيش بدون ما أتسمم نسبالي، قادر أكون عارف حاسب من هذا. لا بس العام. شو اللي بتعتبره انتصار؟ يعني اليوم عم بنحكى وشفنا كلنا الخبر العاجل من اللواء ريفي اللي بيقول أنه في توافق على خطة الوزير الشهيب لحل مشكلة النفايات، وجلسة الحكومة شرفت على الانتهاء. طيب هيدا اذا اليوم انحل بشكل من الاشكال هذا الملف، ما بعرف اذا هيدا هو حل. انا ما طلعت على الخطه بالتحديد لاعرف هل هاي الخطه تتوافق مع المعايير اللي نحن حنقبل فيها. لا اكيد في، اكيد في مطامر يعني. حل سحري بلا مطامر اليوم يعني مثل عم يطلب الواحد شيء ما بس. لا اليوم بالزباله بالاطنان النفايات الموجوده بالطرقات ما في حدا بيعرف يعني عنده حد ادنى معرفه بقيه بيقول لك انه هيدا الموجود اليوم سموا فيروسات ما في كارثة مرض. طلعت كذا تقرير بتقول فيه كيف ممكن معالجة النفايات الموجودة هلا بالعام الروسية وبشويفات والمحلات الثانية ومعمل الكورال. بأي حال أنا مش خبير بيئة. لا في خبراء بيئيين عم بيردوا على هؤلاء وعم بيقولوا عم بتبيعوا وهم للناس. ليش ما طلع كمان كثير أشخاص قالوا بيعوها زبالة ثروة كبيرة؟ لا لا أكيد يعني إذا أنا عندي مشكلة في دول بتشتري نقصة. لا يعني في صار كثير حكي بهيدا الموضوع. مين كان صريح؟ من هذا الموضوع بدي أرجع بس رد على شغلة قطعت يعني بالنسبة للتمويل وهالاتهامات اللي عم تصير يعني بعد ما سالت عن التمويل. اوكي بس لانه كان عم نحكي عن السفاره بلا تمويل بموضوع السفرات وما شابه. انا شخصيا باسمي انا الشخصي وباسم كمال حملي، اي حدا عنده اي دليل فليتفضل الى طاوله تلفزيونيه انه يعرض فيها ملفات تبعه. هل يجرؤ حدا يطلع على الاعلان يقول عندي وثيقه 1 2 3 تقول انه انتم قبضتوا هالمصاري؟ فليتفضل. نحن تمويلنا جاي من الناس، from the people to the people، من الناس للناس. انتم طلعت ريحتكم عندنا حملي على الانترنت على ويب سايت اسمه اندي جوجو، تبرعوا الناس لحد هذه اللحظه بحوالي 17000 دولار تراكميا طبعا من التحرك الاول لهلا. عم نطلع بشكل دوري دائما تقارير الماليه وين صرفنا على المصاري، ومبين اسماء الاشخاص اللي تبرعوا واحد واحد لانه هذه الخدمه موجوده على كل حال. بعتقد يعني اصلا العمل اللي عم بتقوموا فيه منه عمل بده منه حاجه لتمويل يعني. حتى الناس عم تنزل تلقائيا، ما حدا مستنظر ولا نقليات ولا قنينه مي ولا برنيطه ولا يعني، بخلاف نقول التنظيمات الحزبيه اللي بتقوم ببعض هذه التجمعات. بس حبيت انت يعني تحكي عن قصه التمويل. السؤال هو يعني السؤال هو كان تمويل واحد. ايه بس السؤال هو كان عن تمويل لشاشات يعني معروف مثل ما قالت ست ندى انه ما كانت تعطي مجتمع مدني ابدا، وفجاه صار مجتمع مدني للنهار. هيدا هو يمكن السؤال اللي نحن كلنا سوا بتصور جزء من اللعبه الاعلاميه كلها سوا يعني. انا بس ينزل 100 او 120 الف او ما بعرف شو ما كان الرقم، او خلينا نقول 50 الف هيك قسمهم بالنص مباشره، بس ينزل هذا العدد من الناس على الشارع او بس يقوموا بتحركات ابداعيه جديده انه يفوتوا على وزاره
او يحط زباله قدام بيت وزير مسؤول عن ازمه نفايات. طبيعي جدا الاعلام ينجذب بيجي هذا المحل وطبيعي جدا نحن نستغل الاعلام لحتى نطلب الناس تجي اكثر. الاعلام قابض مش قابض هي منا شغلتي انا عارف انا شغلتي اضغط نحو الحل. في اعلام صار عم بيتصرف كاعلام نضالي كانه ميليتنت مع نجحت انا انه لا هيدا ما في شك هيدا ما في شك شيء جيد. الاعلام جزء من المجتمع بس ما بيمنع انه البعض مثل ما قلنا واستنادا الى معلومات من جريده الاخبار كتبت وحضرتك ريتا انه البعض يطرح هذه العلامات الاستفهام مع يعني تحفظ الكبير عليها بس هذا الشيء مطروح وموجود وهذا الشيء رح يلبسكم انتم بالنهايه اللي عم بتنظموا انه ليه عندك كفرج هالقد ليه هالقد الكاميرا شو ما بتعمل بتضل معك وانت بتطالب انه الكاميرا تبقى معك لانه بمحل ما كنا بوزاره البيئه على سبيل المثال فجأة تحركت القوى الأمنية وبلش تقص شرايط الكاميرات فهون طبيعي خاف أنا طبيعي أعرف أنه جاي أنا على محل في شيء عم تحضر لي فأنا كنت متمسك بالكاميرا تكون موجودة لحتى أي شيء بيصير أنا أقدر أنقل هاي الصورة لبرا. أنا مش مشكلتي ومش شغلتي فكر هل هذا الإعلام قابض أو مش قابض. أنا مشكلتي أقدر أوصل للناس بأي وسيلة ممكن يعني هذا الحل. هلا بس على سيرة أنت عم تجيبي لي سيرة عم تقولي عن جريدة الأخبار انا بنفس النهار بيوم واحد بجريده الاخبار كنت انا شيعة سفاره وعلى تلفزيون المستقبل كنت سرايا المقاومه يعني ما في كمان حرب اشاعات على هاي المجموعه لانه كل الطبقه السياسيه مزعوجه منها. مين تهمك سرايا المقاومه؟ انا لا 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 ايه بس لانه انا بتذكر كثير منيح الزميل نديم قطيش عمل حلقه ليقول انه هالشباب منهم سرايا المقاومه لا 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 خلينا نحكي المضبوط اللي صار هو العكس هو اللي طلع بتلفزيون المستقبل انه هؤلاء منهم سرايا المقاومه اخبار وطلع بتكر على نيوز فيد تحت بيقول انه مجموعه من سرايا المقاومه هاجمت بيت رئيس السنيورة وهي ذاتها اللي هاجمت على سياده الوزير درباس. يعني ما هو اللي طلع رد نديم عليها كان اكيد في شيء ثاني بيستدعي الرد. فبس اللي هذا بدي اقوله انه في هجوم من كل اطياف الطبقه السياسيه على هذا التحرك. التمويل هو جزء منه جزء من هذا الهجوم. الاتهام بالتمويل هو جزء من هذا الهجوم. خليني ارجع كثير اشياء ثانيه كمان. خليني ارجع على التحرك اللي قمتوا فيه بوزاره البيئه وهون بدي اسالك بتعتقد انه كان موفق كتحرك كان شيء جيد وبتعتقد انه كانت غلطه هفوه وممكن ما تتكرر او بتتكرر؟ شو رايك بالموضوع؟ بعتقد لحد هلا الحمله كان على طول عند المواضيع الجامعه بين كل اللبنانيين. بهالموضوع بالذات ما كان في اجماع تام بين اللبنانيين مشان هيك كان في تكون الـ 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 الخطوات ام غير خطوات تكون اكثر جامعه بتكون افضل. هيدي بس ستيل هن يلي صار ما صار شيء راحوا حضروا راحوا فاتوا بلا ما حدا انكسر ما حدا انخلع قعدوا وظهروا وما صار شيء. يعني هلا اذا هلا هو يعني نحن بعدنا عم نحكي ليه الاعلام مغطاهم؟ ليه مغطى هالحمله؟ ما قعدنا بالزباله كذا شهر ما حدا تحرك ما الشعب كله هليك نزلوا بنهار السبت لما نزلوا ما طلعوا ما طلعوا القوى الامنيه قوصت وضربت وكسرت. طب ما هيدا كله هو العمل جيب الاعلام ما الاعلام هو اجى يا لحاله الناس هذا حدث فرض حاله صار هيدا بعدين بتشوفي تاني نهار انه في انه الوزاره والحكومه ما تصرفت بمسؤوليه اللازمه باتجاه يلي عم بيصير ما صار في علاقه مثلا احد الوزراء بتلفتيله ما بيتذكر انه حكى قبل بشوي مع حدا تاني. طب ما في مشكله يعني اذا بنطنش عن هالمشكله ما رح نوصل لمحل. في واقع قدامنا ما حدا سال عنه. يعني هلا اليوم في اجتماع عملوا الطاوله اجلوها لبعد جمعه والناس قاعدين في غبره والناس عم بتموت من الغبره وقاعده متظاهره متظاهرين كذا الف واحد. جربت اسال احد الاشخاص اللي كان موجود على الطاوله يعني وعم بيحضر وهو الوزير إلي ماروني اللي كان ضيفي انه في تقدم ما بالبند اللي كنتوا عم بتناقشوه اللي قدرت افهمه منه انه صفر تقريبا صفر او حد الصفر اي تقدم يضلوا مجتمعين بالسالري اللي عم ياخذوه معك اللي عم ياخذوه يداوموا على طاوله الحوار كل يوم. كلام ست ندى عن شعار اسقاط النظام كمان من المسائل اللي اخذت كثيرا على هذا الحراك وسمعنا اليوم يعني وكمان عم بياخذوا الميكروفون والمنبر احيانا يمكن اشخاص ما بتعرف كيف عم بيتنظم الكلام مين عم بيحكي مين ما عم بيحكي. صحيح عم نبلش نشوف تنظيم اكثر بس بنفس الوقت في شعارات كثيره منهم هذا الشعار، هل انت بتوافقي عليه؟ انا كحملات اعلاميه لتحقيق قضيه معينه اكيد انا ما بوافق انه نحمل شعار كثير كبير هالقد لنحقق هدف
هو كتير أصغر بكتير من هالشي، وهيدا عم بخلي شي يحمل الدولة تحمل علينا هيدا الموضوع وتنسى وتضيعنا عن الهدف الأساسي اللي بلشت طلعت ريحتكم هي هدف النفايات. شعار إسقاط النظام شعار كتير كبير، يمكن هدف على لونج تيرم، بس صاروا يكمشوا إنه هلأ نحن عم ننزل بكرة لأنه بدنا نسقط النظام، يلي هو يمكن مش هيدا الهدف، يمكن الهدف بعدين تغيير سياسة النظام، تغيير السيستم كله، كلهم بدون غيار. يعني في أكيد كتير أوادم، في أكيد كتير ناس بعدها نظيفة بالحكم، بس لأنه ما عم تمارس دورة. يعني كتير آدمي محمد المشنوق بيقولوا عنه وأسلامة عينه، يعني أسلامة عينه، بس نحن ما فينا نمشي دولة على وزير آدمي مش عم يعمل واجباته. صاروا أخدوها أنه لأنه شخص سني صار مستهدف وعملوها أنه قصص طائفية. في حملة بلشت على الوزير نهاد المشنوق ومحمد المشنوق وتمام اسلام، نعم، وببلد مثل لبنان طبعا شيء بتعمليه 6 و6 مكرر، يعني اخذوا اول شيء انتبهي، وتبقي الامور مش انه ماشيه وعظيمه أوكي. ومنيحه مثلا عندك كهرباء وعندك مي وفي هيدي المشكله أوكي. فقط النفايات جمعت الكل، ثاقبت انه وزير البيئه هو شخص سني، مع احترامنا لكل الموجودين، ثاقبت، صارت الناس هون كمان الناس بس مش بس الكهرباء مش كارثه مثلا اوكي، بس انا بس عندي قضيه، ما فيها حمله نزلت بقضيه، ما فيني روح انزل على تروح تحل مشاكل بلد صار لها سنين. بس ما انتم نزلتوا بقصه طلعت ريحتكم وطلعتوا من الشارع ب 7000 مطلب، مش بس بهيدا المطلب الناس بدها خليني بس انا احكي بس بليز على هيدا موضوع الكهرباء، لانه انا بشتغل مع مجتمع مدني كثير وبعرف انه صار كل واحد عنده قضية ينزل فيها، وصار انه لانه هيدا الشخص تابع لطائفة معينة صاروا يحاربونا فيهم انه نحن هيدا مستهدف لانه ابن طائفة معينة، لازم تستهدفوا محل تاني، محل تاني جيد دور يمكن ببلان تنجح هيدي الخطة، اكيد رح يكون الناس عندها مطلب، وهيدا الشيء اللي مخوف السياسيين انه ما عم يتطلعوا بالناس، لانه انا اذا حققت لهم مطلبكم لطلعت ريحتكم بكره رح يجوا مطلب اكثر ورح يساعدوا اكثر وما بينعطوا وجه، نحن جماعة اللبنانية ما بننعطى وجه، نحن اول مرة بنحلم انه شخص ينزل على الشارع يطالب بحقوقه عم تتحقق، هن بدهم يكسروا هيدا الشيء، فمثل ما عملنا اسقاط النظام وضيعونا فيه انه لا ليك شو بدهم يخربوا البلد وما في حكومه ما في رئيس جمهوريه، كمان الناس عندها مطالب كثيره، مش معناتها انه بس انا نزلت على قضيه طلعت ريحتكم لهدف معين، كمان ما بدنا نشتتها، نحقق الانتصار يمكن بكره يعني اكيد رح نروح لذلك عم تنتقدي بعض الاشخاص اللي عم بينظموا تحت هالمظله، عم بحملوا اللي منظمين هيدا الشيء مشاكل بلد، طب ما انتوا اذا كمان عندكم قضايا كهرباء وين كنتوا من سنين؟ يعني كمان ما نزلوا كنتوا مثل ما هن بادروا نزلوا كرمال قضيه، ما كانوا ينزلوا اللي عم يحكوا كرمال كهرباء. انت نزلوا انا بنزل وراك، انت مش زياد الرحباني، انت نزلوا انا بتمشوا لعماد نزلت نزلت وراه لكن. خليني اقول لك ساره عساف وشفت تعليقها مثلا بهذا الموضوع، من الاخر اي لبناني بيهتف الشعب يريد اسقاط النظام بيكون لا بيعرف لبنان ولا بيعرف النظام. وعلى فكرة هيك شعار ما بيخوف السياسيين يلي عندهم شوية مخ، بيخوف المواطنين والمتظاهرين يلي عندهم شوية مخ. بس أنا بدي أسكت. لا لا بس تكت قبل بدي هون على سارة، عملت لها لايك وقلت لها في فمي ماء، قالت لك if you like do something about this. هيدي التظاهرة هي أصلا أنت بلشتها من مجموعتك مش غيرك، ليه عم بياخدوا باقي المجموعات محلك؟ قلت لها في فمي ما، بدي اعرف مين حاطط لك بتمك مي، انت عماد بزي شو بتفرق عن السياسيين اذا انت بفمك؟ انا رح فسر لك هلا بس هيك تعبير لحتى اقول انه في شيء انا مش قادر اوصله مزبوط. طبعا عندي مشكله بالمسجنج انا، يعني نحن بس نفهم شغله، نحن حركه مطلبيه جديده، مش حزب سياسي ظلنا 40 و50 سنه بالحكم يعني، فطبيعي جدا نكون بحاجه لابني رسالتي وبدي وقت لابنيها. بس لبلش بالاجابه من الاول، نحن نزلنا على الشارع وتحت مطالب محدده اللي هن 3 مطالب هلا او 4 مطالب هلا بنقولهم، بس وجودي انا بالشارع فتح وعمل هذه الفجوه يلي خلى كل الناس تنزل وتطالب بالكهرباء بالمي بالرتب بالرواتب بكل شيء. انا عملت شيء كثير منيح، من مطالب محدده نزلت على الساحه وفتحت ساحه، عملت ساحه للبنانيه لحتى ينزلوا عليها، شو بيطالبوا هن فيها ممتاز، طالبوا قد ما بدهم، بس انا الحمله كلها سوا بعدها قائمه على 4 مطالب ما تغيروا من الاول لهلا. على قصه شعار شعب يريد اسقاط النظام، بالنسبة لي أنا إسقاط النظام هو بكل بساطة منه شعار مخيف، مش عم سقط نظام لعمل فوضى، مش عم بعمل شيء مثل اللي صار بسوريا، مش عم بعمل شيء من حرب. أنا شو الضمانة؟
ما هيدا اللي بدي اقوله، طريقتي انا باسقاط النظام هي انا ارجع ابني هذا النظام بطريقه عيد انتاج النخب السياسيه فيه، وعيد انتاج طريقه الحكم يلي موجوده، احاول قد ما فيني يعني اقلل من الفساد الموجود، هيدا يسقط نظام فاسد موجود بحط محله منظومه جديده. اللي هذه المظاهرات كيف ممكن تؤدي لفرز بدائل عن هذه الطبقة المعفنة؟ أنا متوافقة معك وكثير من اللبنانيين، والفشل أصلاً أكبر دليل، بس كيف ممكن هذه التحركات تفرز شيء مختلف؟ طب أنا أنا بدي أسأل سؤال، هل في تغيير بيجي من غير الشارع؟ من محل تاني غير الشارع؟ ما في، التغيير دائماً من الشارع. في الأحزاب، في طيب بس ما هي الأحزاب هي جزء من سلطة، ما هون في مشكلة كبيرة. في يعني في نظرية بتقول لك بالعكس هي أوليغارشية أو أقلية معينة اللي بتغير، أو أحياناً شخص واحد بغير، مش الجماهير. صندوق الاقتراع بغير، ما عم بيجي أنا من المطالب تبعي في انتخابات. بس هلا بس هم يعني في ناس بتنقز من مطلب الانتخابات بتقول لي ليش مش رئيس الجمهوريه بالاول؟ انا بكل بساطه قادر اجاوب انه انا هلا موجود عندي مجلس نواب لا شرعي ولا دستوري، ما فيني انا اخليه هو ينتخب مجلس ينتخب رمز الجمهوريه كلها سوا وحدا يلي بيصون الدستور، ما فيني يطلع من هذا المجلس. هلا بتقول لي كيف بدي اطلع من هذا المجلس قانون انتخاب؟ بقول لك عم اتعامل معه كسلطه امر واقع، كسلطه احتلال، مضطر اجيب منه اي شيء، انا عم طلع منه قانون انتخاب لاوصل بعد على قانون انتخاب جديد كيف شكله بعدين بحكي كيف بس شكله. بس هول الناس انتخبون، صحيح تم التجديد، بس هول الناس انتخبون على اساس قانون وقتها قيل انه هيدا افضل الممكن واحسن شيء معقول بهالمرحله، وتم تصغير الدوائر فيهم للتمثيل يكون اقرب، او مش للتمثيل يكون اقرب اذا بدك هيك البدله والقانون الانتخابي يكون مفصل على هيدا الجيري مندرينج بلبنان كل عمره، ولا مره كان عندنا قانون واحد وثابت، دليل انه بيعملوا كل مره مصلحتهم القانون الانتخابي. فناطر من برلمان بهذا الشكل يعمل قانون، يفصل قانون، يفوت ناس جديده او دم جديد، او ينبش كيف يحافظ على صلاحياته. طبيعي انا بدي ضل انزل على الشارع وبضل طالب وبضل، ولا ما بوصل لمحل. ما هو التغيير بيجي، بقول دائما يعني بده يجي من الشارع. يعني قصه النفايات في حال حلت هي الاولويه، بس ما حتوقفوا هون. طبيعي انا بقول عندنا اربع مطالب، المطلب الاول استقاله وزير البيئه لانه هو الملف عنده، هو الوزير بيصي على هذا الملف، عم روح ما بيهمني طائفته، ما بيهمني وين جاي، ما بيهمني شو خلفيته. ما بيهمك انه كمان كان في طرف سياسي اجى قال لهم مطمر النعمه ما رح يسكر مستمر، وانه في اطراف سياسيه كانت عم بتعطل داخل مجلس الوزراء، انت بهيدا ما بيهمك كمان؟ طبعا بيهمني، بيطلع بيهمك بس انه هو حامل هيدي الحقيبه. لا 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 مش هذا اللي عم اقوله، بس عم اقول بيطلع بيقول انه انا ما قادر اعمل هذا الشيء، بستقيل لانه واجبه هو. انا بحلقه معي عم بحكيك من اشهر لانه قصه زباله انا كنت عامله تريب عليها، يمكن هون ست ندى بتعرف او انا بعرف انه بتابع على طول. لا عامله متراكاج على زباله لدرجه انه شو صاير لك انه ما شايفه شيء غير زباله، لحد ما صرت زباله بالطرقات. متذكر فكرناك بك شيء. طيب وقتها كنا عم نحكي باحدى الحلقات اصري حكي عن انه ما في اليوم في رفض كامل لطرح هالموضوع، وكان انه في تطمينات انه نعمه مستمره. يعني كان في اذا بدك اليوم اذا بدك تطلع بالمشهد السياسي ما بيتحمل مسؤوليه لحاله، في مجلس وزراء. انا ما قلت بتحمل مسؤوليه لحاله، وهذا ملف اكبر منه لمحمد المشنوق بغض النظر اذا هو، وهذا شيء معروف كل اطياف الطبقه السياسيه بيتحملوا هذه المسؤوليه، وفي في اللي عطل وفي اللي طنش على التعطيل يعني. بس مجرحته انه كانه حلقه الاضعف هونيك بنقدر نحقق انتصار؟ لا لا مش هيك فكرته؟ لا فكرنا انه هو الوزير المسؤول عن هذا الملف، يعني فلي بيستقيل وبيقول انا مش قادر اعمل شيء لانه في اراده سياسيه معاكسه ما بدها، يعني في حدا عم بيعطلني بيجي بيستقيل، مش بيقول ما عم بيخلوني اشتغل وبيبقى محله ولا. ما بكون عامل شيء، هذا وزير، هذا مسؤول امام الشعب. وزير استقال بلبنان يمكن كان يستقيل، معلي خليها تكون اول مره. ادوار حنين دائما في اول مره، اميل بيطار، جورج فريم، شرب النحاس، لا اقيل. هلا في ناس في فرق بين تحت الضغط وبين ارادته، هو عم بيقول بارادته يستقيل. في وزراء استقالوا من حكومه مستقيله، هي كمان شغله كمان. بس يلي عم جرب اقوله، هذا الوزير هو وزير بيصي على ملف، لازم ما بيقدر يعمل شغله بيستقيل، بيقول في ضغط علي وبيستقيل. رحنا على محل ثاني طلبنا بحل فوري وسياسي مستدام لاداره النفايات بلبنان، طلعنا من تعتبر بالاول امن المواطن الصحي والبيئي، ما تاخذني على محل اعمل بدل سكرين ست سكرينات وكل حدا الحق الستة وست مكرر تبعه، مش مزبوط هذا حكي، ومنه حل مستدام ولا حل بيئي. اذا بدي فيني اقول لك شو بعدين هو الحل البيئي. وصلنا على محل ثاني كمان بعد المطلب الثالث اللي هو طلبنا بمحاسبه وشفافيه، لانه المدعي العام المالي او النائب المالي فتح الموضوع وفتح تحقيقات، بدنا نعرف شو صار بهذه التحقيقات
في حدا عم يضغط عليه، في حدا لا، بدنا نقول، بدنا نعرف شو صار. والمطلب الرابع اللي هو اجراء انتخابات جديده، يعني هو الاربع مطالب هن الاساس اللي عم ننزل كرمالهم على الشارع، هن المطالب الاساسيه. بعدين الناس شو بتقول تحت بهذه الساحه المفتوحه، يا ريت، انا هذا بيساعد الضغط وبيساعدني اكثر اضغط على الطبقه السياسيه. بدي اسال بعد الفاصل ليه ايمن مهنا بده يسقط نظام وكيف بده يسقط. ما حطيت قلب تعريف. مش هيك قلت؟ ما حطيت قلب تعريف، بس بدك تسقط نظام. صح. طيب سوريا فيكون مثلا فاصل ونعود مشاهدينا. ليكن بس تقلكم